الساعة دلوقتي 4:30 الصبح، نقوم نصلي يوم الليل. يلا بينا. في الأيام اللي بتصحوا في نص الليل بالصدفة، أو بتصحوا كده في وقت غريب مش عارفين صحيتوا ليه، بحس إن ده إنك بتعزم إن أنت تقوم تصلي يوم الليل. فأي وقت بصحى، يعني عادة بصحى ساعة قبل الفجر بربع ساعة عشان أقوم أصليها كده كده، بس لو عمري صحيت قبل كده بالصدفة أو حاجة، بحب إن أنا برضو أقوم، أو لو قادر أحاول أقوم أصليها قبل كده. يعني أنا كنت عامل حسابي أصحى الساعة 6، الألارم بتاعي معمول للساعة 6، الفجر الساعة 6:30، لكن بالصدفة صحيت الساعة 4:30، ف نقوم نصلي زي ما انتوا شايفين. يعني شوف بره الدنيا بتقول ايه. ماشي نصلي. ماشي معرفتش انام تاني للأسف، بس قلت نبتدي اليوم وخلاص. هي دي الفكرة، يعني دي مش نهاية الرحلة 120 كيلو. أنا عايز أوريكو فيديو، يعني لو نهاية الرحلة 120 كيلو هكون بعمل حاجات زي ايه، هكون بنزل فيديوهات كده اللي هو بس باخدكم معايا في يومي، اوريكم بعمل ايه كده. يعني مش بفكر في الموضوع قوي، بوريكم اللي بيحصل في يومي. يعني بس صحيت هنا، عامل دلوقتي فطار. عادة الفطار بيكون مختلف شوية عن اللي انا عامله دلوقتي، بقيت بعمله دلوقتي في الفطار. باكل بيض وجبنة حلومي وبينز، يعني زي الفول بس الانجليزي يعني، وبس وعيش بيجل. لسه ممكن ما اشتغلش اوي زي ما انتوا شايفين، الساعة مثلا 5:30 الصبح، بس نغسل شوية مواعين، مفضلش حاجة كتير. يعني غسلت حاجات بس العشاء امبارح، نغسلها بسرعة، نجهز الفطار، نبتدي اليوم. حاسس ان الرحلة 120 كيلو مش ماشية زي ما انا عايزها تمشي للأسف. ففكرت ان انا ايه، انهيها واعمل حاجة اسمها الرحلة. اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، بس الرحلة هتكون عبارة عن اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده، خدكم معايا بعمل الحاجات الطبيعية اللي كل حد بيعملها في يومه، غسيل المواعين، الطبيخ، الحاجات دي. منها حاجتين، منها ان انا ان شاء الله اكون بحمس الناس ان هم يقوموا يعملوا الحاجات اللي وراهم، وريهم ان كل حد بيعمل الحاجات دي، ودي حاجات لازم اعملها يعني. وحاجه تانية منها عجباني برضه الفكره فيها، ان انا اكون شبه بسجل حياتي. يعني ان انا اي وقت عايز ارجع ابص على الايام اللي انا عشتها والايام اللي عملتها، ما اعرفش كمان 100 يوم حتى هبقى فين. فعجباني الفكره ان انا اشوف، ارجع اتفرج عليها لنفسي حتى لو مش لحد تاني. بس بفكر كده، عايز اخد رايكم برضه، قولوا لي ننهي الرحلة. يعني غالبا ده هيكون، لو انتوا عايزين ده هيكون اخر فيديو من الرحلة 120 كيلو، ونبتدي الرحلة. لان انا خلاص سبت الشغل وشوية وان شاء الله هرجع مصر، يعني هرجع ازور، مش هرجع تماما، ممكن بعمل فيديوهات هناك كمان كده. يعني حاسس انا ممكن اعمل فيديوهات كل يوم، اوريكم بصحى الصبح اعمل ايه، بالليل ممكن اكون قاعد بس اكون عايز اقول لكم حاجة، اتكلم معاكم في حاجة، كل حاجة. يعني هيكون بس على طبيعتي كده و transparency، يعني اللي هو اوريكم اللي فيها nothing. مش هحاول ان انا اخلي الموضوع شكله اصيع او شكله احلى، اوريكم الحياة واقول لكم الحياة الوحشة. صراحة بقالي كتير دلوقتي المود بتاعي مش احسن حاجة، ممكن يكون بسبب الشتاء، ممكن يكون بسبب حاجة تانية. بس عجباني فكرة ان انا اكون عندي حد
تكنيكلي انتوا حد حد اتكلم معاه واقول افكاري بصوت عالي نكسر البيت تقريبا. بس يكون عندي فرصه ان انا اقول افكاري بصوت عالي واتكلم وارجع اتفرج عليها. دي اصلا دي حاجه لوحدها عجباني جدا فعلا. بس الخطه اليوم ثانيه كده خطه اليوم النهارده ان انا عايز الحاجات اللي مهمه جدا ان انا عايز اكل دي كل يوم. عايز اكل كل وجباتي يعني. دي بقى لي كام يوم بفوت وجبه مش عارف بيكون دايما وجبه واحده بس اللي بفوتها ومش عايز افوت الوجبه دي. النهارده عايز اكل كل وجباتي وعايز اتمرن تمرينه حلوه. عايز اسجل لكم الفيديو ده مش عارف انزله النهارده ولا لا بس عايز اسجله. عايز اروح الجزار. لا مش محتاج اروح الجزار النهارده. و بس دي حاجات اللي انا محتاج اعملها النهارده قوي يعني. مش عندي لسه كاتبها ببص فيها بس دي حاجه برضو انصحكم تعملوها جدا ان انتوا اي وقت يجي لكم حاجه تفتكروا محتاجين تعملوها حطوا على تليفونكم كده او في اي حته لسته تو دو ليست. فانتوا اي وقت عشان كتير قوي ما اعرفش انتوا بيحصل لكم الحوار ده. لا كتير قوي مثلا بقول لنفسي محتاج اعمل كده وبعد كده بنسى اعمل كذا بنسى تماما وبعد كده بالعكس كده شايل اوف يا ريتني كنت اعمل حاجه. بس كفايه كلام على كده دلوقتي. صلى المواعين نعمل الفطار بتاعنا اللي هو مش هيكون كامل النهارده للاسف عشان ما عنديش جبنه حلومي خلصانه. بس السوبر ماركت جاي النهارده بالليل كمان ف بوريكم السوبر ماركت انا يجي برضه. صلى المواعين يلا بينا نجهز الفطار. حتة جبنة حلومي علبة هايند بينز ام بيجلز حلومي هتكون ايه تاني كمان يا جماعه. بحس ان ناس كتير قوي مش بتاكل ملح كفايه. في ناس بتاكل ملح زياده ولكن ناس كتير قوي مش بتاكل ملح كفايه. والملح مهم يعني. ناس كتير قوي بتقول الملح مضر ليك وليه اضرار لو اكلت زياده منه ولكن برضه ليه برضه فوائد لما تاخده في الكميه الصح. من ضمن الفوائد المهمه ليا كبودي بيلدر كواحد بيروح الجيم كاي واحد بيروح الجيم ان هو بيساعد جدا في البامب. بيساعد جدا في ضخ الدم في جسمك وده بيؤدي الى بامب احسن في التمرين. فلو انت واحد حاسس ان انت مش حاسس بالبامب في التمرين اكتر زي ما في العادي او عايز تكون بامب اكتر في التمرين فالحل بسيط جدا جدا جدا. والحل ان هو زود ملح وزود ميه حاجتين يزيدوا. ف ملح وزود شويه ملح. زود يعني تحط ملح ما تكسفش فاهم ما تكسفش خالص الملح. وكده معانا اول وجبه. المفروض يكون 4 بيجلز بدل 2 يعني 2 بيجلز ونص. والبيض معانا المفروض يكون فيه هنا شويه حلومي ناكل معاها موزه وتفاح. نفطر ونشوف هنعمل ايه بعد كده. فطرنا وعملنا شاي وشربنا شاي وقعدنا شويه. لسه طالع دلوقتي خدت دش جميل ساقع. بحب اخد دش ساقع قبل ما اتمرن وعشان مش عارف اتكلم بحاول نجربت. ماشي فطرنا وقعدنا شويه وشربنا شاي ونزلنا قعدنا شويه في البر في الجو اللذيذ اللي هو ماينس 4 مثلا مش لذيذ قوي. وبس دلوقتي عندنا وجبه رقم 2 وبعد كده محتاج انزل هروح الصلاه بعد كده هطلع بره من الصاله على الجيم بقى اعدي على السوبر ماركت تجيب كام حاجه كده محتاجها عشان ناكل النهارده. السوبر ماركت جاي بالليل فعايز ان اجيب حاجات بس صغيره عشان اكمل اكل النهارده لغايه ما يجي بالليل. حاجه بحب اعملها جدا وبعملها اولموست اي وقت اقدر ان انا بحب اخد دش ساعه قبل التمرين. معرفش ليه بحس ان انا فريش جدا. بحب اصلا قبل التمرين عامه بحب استحمى بحس ان ريحتي تبقى احلى. بكون عندي كونفيدنس اعلى بكون عندي ثقه في نفسي اكتر بكون ريحتي حلوه عارف لسه مستحمي شكلي احسن. فاهمين قصدي؟ الواحد لما يستحمى كده بيحس ان هو فايق
والمية الساقعة قبل التمرين دي معمول عليها ستاديز كتيرة جدا، هي بتساعد وبتزود الدم في جسمك وبتسخنك، جميلة. فجربوا قبل ما تروحوا تتمرنوا، جربوا تتحمل. المهم الوجبة رقم 2 المفروض تبقى شوفان بالبروتين زي ما انتوا عارفين، ولكن للأسف البروتين بتاعي خلص وطلبت أكتر. بس عملت حاجة غبية جدا جدا جدا، إن أنا استنى، عملت حاجة غبية إن أنا يعني حطيت وأنا بطلب الحاجة حطيت الأوردر في الباسكت أونلاين، يعني كنت بطلبها أونلاين، وبس نسيت أعمل، مش عارف أحط التليفون فين، جرب كده، نسيت أعمل تشيك أوت. فا انا قلت برضو قعدت مثلا دلوقتي 4 ايام، فدخلت اقول ايه ده، هو فين الحاجه؟ الحاجه ما جاتش ليه لغايه دلوقتي؟ فداخل ببص على الايميلز وكده، لقيت ان انا مبعوت لي ان انا سايب الحاجه في الباسكت. فهنقعد كام يوم؟ دي مشكله، يعني ما عنديش ولا كرياتين ولا بروتين وكل حاجه بتخلص، مشكله شويه. ولكن هروح اجيب بروتين، فافتكرت لما كان كويس انا مسجل، هروح اجيب بروتين بعد الجيم قبل السوبر ماركت. الحاجات التانية مش هجيبها دلوقتي، بس لازم على الأقل يكون عندنا بروتين. مش عارف في ايه، شوفين عايزين، جميل، بس نعمل كده نفتح. هوريك دلوقتي حاجة مش سهلة قوي تعمل، ولكن لازم تتعود على الحاجات دي. فده شوفان من المية السيدة خلاط، ناخده كده عبارة عن كربوهيدرات قبل التمرين، يعني بنعمل كده اهو. طعمه مش أحلى حاجة، إحساسه مش أحلى حاجة، ولكن بيتاكل بسهولة، بيتهدم بسهولة. الكربوهيدرات قبل التمرين بيزود البامب، بيزود التمرين، بيحسن الدنيا، بنعمل كده بس. المهم هشرب ده هجهز كده، هنزل اروح الجامع، بحب اروح بدري عشان اقرا سورة الكهف قبل ما الصلاة تبتدي والخطبة تبتدي بمعنى صح. وممكن اشوفكم وانا رايح الجيم، اتكلم معاكم وانا رايح الجيم شوية. الجو شكله لذيذ، بطلت الصبح بس الدنيا حلوة. بس شوفكم كمان شوية. زي ما انتم شايفين يوم جميل جدا في أبردين، جو الشمس طالعة لذيذة وحامية لا لا لا، فيش جو كده في مصر. جميل جميل، ماشي يعني والله الحقيقة بقى انزل اجيب الشامبو معايا. خلصنا صلاة، ولكن الجو فعلا يا جماعه ما اقولكمش يعني وحش قد ايه النهارده الصراحه. رايحين اتمرن تمرينه رجلين، بس تمرينه هاديه جدا عشان ركبتي لسه مش احسن حاجه. هنروح اعمل تمرينه هاديه كده و اتكلم معاكم اكتر جوه التمرين. ممكن اديكم نصيحه اليوم بسرعه كده، بسرعه جدا، عشان جاتلي النصيحه من الخطبه بتاعه الصلاه، وهي انكم كل حاجة تعملوها كويسة تأكدوا ان انتوا نيتكم في المكان الصح. بمعنى ايه؟ متعملش حاجة حلوة لحد عشان يجيلك اجر حلو من الشخص ده، او مثلا يعوضها لك او يجيب لك حاجة احسن. ايوه تعملوا حاجة حلوة، عايزين تعملوا حاجة كويسة، عملوها بنية كويسة ان انتوا بتعملوا حاجة لله، فاهمين؟ تعملوها لله، مش مستنيين حاجة منها ولا عايزين حاجة منها. ودي هتفيدكم بكذا طريقة. اول طريقة ان انتوا اول حاجة يعني اول حاجة الاهم ان انتوا اجالكم عند ربنا احسن بكتير من اي حاجة ممكن اي حد يعملها لكم في الدنيا دي. وتاني حاجة ان انتوا ما تعملوا حاجات من غير ما تكونوا مستنيين حاجة من حد، عمركم ما هتتضايقوا لو رد فعل بتاعكم ما كانش زي ما تتكلم. اتمنى تكون فهمت اللي انا قصدي اقوله، مش عارف اتكلم فعلا من بص الناس، حتى اوريكم الناس مستخبيه ازاي. بصوا مغطيين نفسهم، كل حد متغطي، الدنيا مبهدله. بس اروح الجيم اشوفكم هناك،
يلا بينا. احلى حته في اليوم العادي النهارده مش احلى حاجه قوي يعني صراحه، وانا متحمس على تمرين الرجلين وركبتي اللي وجعاني دي يعني مش عارف اتمرن رجلين عادي بقالي فتره يعني، بس برضه بنيجي وبنعمل اللي نقدر نعمله، ودي حاجه مهمه جدا عامه في حياتك اعمل اللي تقدر تعمله. ابتدينا على اللاينج ليج كيرلز هناك، سخنا الخلفيه كده، جينا هنا على الليج اكستنشن هناك، عملنا مجموعه ثلاث مجاميع 15 12 10، هنا نعمل نفس الحاجه 15 12 10، ولكن بعمل حاجه مختلفه شويه عشان ركبتي، بلعبها رجل رجل ومش حاطط وزن خالص، بس بقى يعني انا في وجع وانا بعمل كده بس اصلا، فبركز بس ان انا احرك رجليا شويه الاول وزن خفيف جدا، ان انا اكون يعني بحرك بشغل العضله بس مش عايز اوجع الركبه نفسها، فاهمين حاجه؟ فبعمل كده اهو اقفل دي بالراحه خالص، 20 عده ثلاث مجاميع كل رجل. بالراحه خالص من جود، احنا بنحاول ان احنا ايه نقوي العضله بأقل انفلاميشن على المفاصل نفسها. هتلاقي اي حد مثلا بيعمل فيزيو او عنده مشكله في ركبته يبتدي يعمل كده في الجيم برضه، بيلعب رجل رجل. مش اكتر حاجه طبعا صعبه يعني، مش الوزن مش مشكله، مشكله في الركبه بس برضه حلوه، حاسس بالعضله شغاله، دي حاجه حلوه، بدي شويه دم. بس كنت عايز اتكلم معاكم بقى، عايز اعرف رايكم، انا اقول لكم هسيب الموضوع ده لحته ثانيه في الفيديو عشان اللي هو محدش يتفرج على الحته دي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، حلو أوي. نفس الحاجة رجل تاني، رجلي دي مش بحس بحاجة فيها بس كارثة. الحمد لله. المفروض عندنا سكوتس نيكست، بس حاسس ان دي فكره وحشه قوي، واظن هعمل ديد ليفت بدل سكوتس عشان بقالي كتير ما عملتش ديد ليفت، و هشوف لو في وجع على ركبتي، ما اظنش هيكون في وجع على ركبتي في الديد ليفت، بس نجرب. يلا بينا. ولا بري ورك اوت ولا بروتين ولا كرياتين واليوم الرجلين، يعني اظن انا فعلا كده يعني بتحدى نفسي بجد، فاهمين اللي هو معقول الليج بريس هنعمله برضو عشان دي حاجه بتشغل الركبه جامد وبتزق، فهنعملها برضو سنجل ليج عشان نتاكد ان الشمال شغاله برضو كفايه، عشان لو قلت الوزن ولعبت بالاثنين هلاقي ان ممكن الوزن يكون بيطلع سكيكا اليمين محمله اكتر والشمال هتحط على وجع مش محتاج احط عليها خالص، فهنلعب كل رجل لوحدها نتاكد ان كل حاجه سليمه طول ما العضله بس يعني بحاول انا اشغلها مش انا اموتها، فاهمين؟ اللي كنت عايز اقوله بقى، فكره الفيديوهات اللي هي الرحله دي عايز اكون عايز اعملها بطريقه يعني اول مره، دي النهارده ده اكزامبل، دي تكنيك، دي لسه رحله 120 كيلو، ولكن يعني عايز اخد رايكم بقى فيها. لو هعمل الرحله الفكره اللي عندي في دماغي ان انا اعمل ايه في بدايه الفيديو
اقعد كده واقول لكم ورايا النهارده كذا 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 كذا. عايز احط لنفسي كل يوم اهداف، حاجات اعملها، من ضمنها تكون حاجات بسيطه جدا زي مثلا 5 صلوات، 6 وجبات بتوعي، التمرين، الكارديو لو عامل عندي كارديو، حاجات كده فاهمين. محتاج اروح سوبر ماركت اروح. في كل فكره بس عايز احط لنفسي اهداف ان انا اعمل حاجات لازم اعملها في يومي. ومن من ده عايز احمسكم برضو ان انتوا تقولوا لو وراكم حاجه تقوموا تعملوها. عشان اوقات كتير قوي يا جماعه بقيت معرفش ليه، اظن بالشتاء واحساسنا مش عايز اعمل حاجه، حاجات بسيطه قوي ورايا بس مش بعملها، فعايز اركز اكتر ان انا اكون بعمل الحاجات دي. بس دي الفكره. فاقعد اقول لكم ورايا كذا كذا كذا، بعد كده اخدكم معايا وانا بعمل الحاجات دي. طبعا مش هطول الفيديو قوي، يعني لو وجبه مثلا اقول لكم الوجبه، باكل الوجبه اهي مثلا، عندي حاجه عند برينا اوريكم حتت التمرين عشان التمرين كلها. قولي لي رايكم فاهمين، قولي لي عايزين تشوفوا ايه اكتر، ايه اللي عاجبكم الفيديو ده، عجبكم عايزين حاجه مختلفه، اكمل الرحله 120 كيلو كده. المهم خش المجموعه دي، مش عارف حاسس الفيديو هيكون طويل جدا ولكن مش مشكله بقى. بدا بس يلا بينا. انا متخيل ان شكلها مش اصعب حاجه ولا اكتر حاجه متعبه يعني، ولكن لا لما تركزوا في البطء بتاع العده تعبوها بالراحه كده هتحسوا بيها، حتى لو مجير وزن انا بعمل كده، حتى لو مصاب ممكن تحس بالعضله تودي شويه دم يعني. فينش اول دن، خلاص بموت. خلصنا كده والله، التمرين لذيذة ان رجليا تعبت فيها وما ضغطتش على ركبتي زياده، ف مبسوط صراحه باللي انا عملته. نطلع دلوقتي اعدي على محل السبلمنتس، ان شاء الله يكون فيها صاحبي مصري لقيته بالصدفه بيشتغل هناك اصلا فبيديني ديسكاونتس، ان شاء الله يكون هو الموجود. لو مش هو الموجود هندفع السعر كامل وخلاص. المطر وقفت في دقيقة جميلة، خلصنا تمرين وقربنا نكون خلصنا كل حاجة ورانا نعملها النهاردة، غير بس طبيخ وأكل وحاجات بسيطة كده يعني. بس هتمشى شوية والله منظر لذيذ يعني، هتمشى شوية هطلع مفصل عند بتاع السبلمنتس، أرجع لكم تاني أقول لكم جبت إيه.
محل لذيذ. صاحبي مش موجود ولكن في واحد تاني موجود برضو عرفني فهيديني ديسكاونت في كل حاجة، البروتينات هنا، في حاجات على سيل، ديسكاونت بري ورك اوت شيكرز، مش عارف ايه، كل حاجة هنا. اللي بحبه قوي هنا عامة في بلاد برا، بحس ان دايما بتلاقوا كل حاجة محتاجينها، يعني سوبلمنتس والكلام ده كله دايما موجود. حتى في كريم اوف رايس هنا بفكر اجيب عامة، معرفش حد جربه ولا لا، بس بيكون بديل الاوتس. يعني لو بتيجي تزعم الاوتس ممكن تصعد تجيب حاجة اسمها كريم اوف رايس، بيكون فليفرز فيه، بيكون ملكي فليفر لذيذ يعني. جبت انا البروتين ده بالوايت شوكلت، مش ده اللي كنت اختاره لو عندي اوبشن ثانية، ولكن ده اللي موجود ومحتاج اخد بروتين النهارده فانا هاخد ده. نروح نحاسب ونطلع السوبر ماركت. احنا بالجيم عندنا وجبة البوست ورك اوت، 150 جرام فروستيز وسكوبين بروتين واناناس ورايس كريسبي سكوير. صراحة مفرهد جدا يا جماعة، هاكل ده واتكون استحمى وروق شوية بقى ارجع لكم تاني. في منتهى البساطة ده الخضار متلج تحتيه الرز بالمية، بس هنعمل ايه؟ طك تفتحه طك، بس ده بياخد ربع ساعة الاكل ده كله يكون جاهز. اللحمة بقى نجيبها هنا نظبطها كده. اللحمة خلصت وبرضه الخضار والرز خلصوا، هوريكم هعمل ايه بالظبط. شغل شغل فضل هنا بس. وعندنا هنا الميزان الخضار نحط دلوقتي، بس تسيبه على جنب. الرز تحتيه جميل زي كده، تسيبه على جنب كده. نيجي للرز، نص اللحمة نحطها وارجع لك. زيو اللحمة وخضار على بعض، انا بحب احط باربيكيو، مش لازم تحط باربيكيو بس بحط شوية كده اهو. حلو كده. اهم حتة بقى بالنسبة لي، افضل حتة بتساعدني اكل الاكل ده كله اهو، شوكة فاس خضار في الرز في كل حاجة. وهوريك شوف اللي بعمل ازاي. للأسف استعجلت شوية، قلت واكلت الاكل بسرعه شويه للاسف، نسيت صوره، بس مش مشكله يعني بقولها لكم تاني. اظن هقفل الفيديو هنا. كل اللي هعمله كده، عملت كل حاجه ورايا، كل حاجه قلت انا عايز اعملها النهارده. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا فرايا فاضل لي وجبه كمان هاكلها، محتاج اعمل اديت للفيديو ده وبعد كده ندخل انام. بس اليوم خلص، فهقعد يا اما العب شويه اتفرج على حاجه وبعد كده شويه اخش انام وننزل تاني بكره برحله يوم تاني. اتمنى انا عايزكم تردوا عليا، يا رب يكون حد وصل هنا يقول لي رايه كان ايه في الستايل الجديد ده اللي هو الباريكو يومي، اكتر بتمرين، بس شويه تمرين، شويه حركه في الشارع، شويه طبيخ، شويه مش عارف ايه، تغيير كده. وفي نفس الوقت اتكلم عن حاجات عايز اتكلم فيها، اقول له اوريكم حاجه جديده، اي حاجه، اوريكم شويه من البلد، اشوف حاجه ساعه اوريها لكم كده يعني. ويكون في التمرين برضو، بفكر برضو انا بعمله ان انا بقول التمرينه في اول الفيديو، اقول لكم التمرين النهارده كذا 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 كذا، عشان لو عملت كده مش لازم اوريكم التمرينه كلها، مش لازم اصور كل حاجه بعملها زي النهارده ما صورتش كل حاجه. بس المهم اتمنى تكونوا اتعلمتوا حاجه، استفدتوا حاجه، عجبكم الفيديو، سليتوا وقتكم، اي حاجه من دي. متشكر جدا لاي حد اتفرج، متشكر جدا لكل المتابعين. انا اسف ان انا فوتت المره اللي فاتت، بعدي في كام حاجه كده بني، بظبط امور معينه عشان اظبط حالي واشوف انا عايز اعمل ايه بالظبط، ودي اول خطوه ان شاء الله من الموضوع ده. اشوفكم في الحلقه الجايه، يا اما من رحله 120 كيلو، يا اما اليوم الاول من الرحله. شكرا، السلام عليكم.